يقول السائل: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ لا ولا قوة إلا بالله. ما تبي الحياة شلو تعمل الانتحار. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة. ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب. أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل. فقال الناس يثنون عليه: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا: ما أبلى منا، هو جرح. فقالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة: كيف هذا الإنسان اللي قاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه. تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر. فلا يجوز للإنسان أنه يقتل نفسه. نعم.